الاخبار ويا صباح الهنا ويا صباح الرضا، صباحكم عسل. بصوا بقى انا قلت ايه، انا قمت فطرت اكلت سندوتش جبنه بجرجير وبيض، وقلت بقى ايه انزل اشتري شويه حاجات كنت انا جايبه مشتريات كده من الحياه شوبنج، هجيبها واجي، وعايزه اشتري سمك وعايزه اشتري كنافه، وصباحكم عسل وصباحكم قشطه. وقلت بعمل نانو سندوتش عيني، نانو الوحيده اللي صحت لحقتني وانا نازله، كنت هنزل في الخباثه من غير ما حد يعرف. بصوا ده اللي انا جايباه من عند نوره، بجد حلو 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 حلو. لابسه تحته بقى انا بنطلون، ولابسه تحته عادي يعني هدوم بنطلون عادي وبادي وبس. صباحكم عسل، هعمل سندوتش النانو. تعالوا نعمل سندوتش النانو ونمشي بسرعه. تعالوا 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 تعالوا. بصوا عندي المطبخ مكانتي ازاي، لما اجي هعمله سوا. وطلعت فرخه هنا، تعالي تعالي طلعت فرخه هنا في. تعالوا بقى بصوا نانو بتحب تفطر ايه بقى، بيض عيون اهو صفيت عليها بقى، هي بتحبه. تعالوا طلعوا لها في طبق واعمل لها في سندوتش عشان الطاسه دي ما تتجرحش. بصوا ده حاجه الفطار، كل ده حاجه الفطار اهو عشان السكينه بس ايه اهو. ده فطار نانو المفضل بالنسبه لها يعني، واهم حاجه عند نانو يكون البيض اللي جوه مستوي زي ما انتم شايفين كده. جبت لها كده ده عيش فينو بالدي الاسمر، بس انا بصراحه اللي باكله بس ما عنديش كايزر تاني. هي نانو تحب البيض العيون كده، نانو تحب البيض العيون يكون كده. فعملناها بقى سندوتش صغنطوط 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 كده اهو اهو. بصوا مش محروق من تحت وعامل كده. نانو بتعشق السندوتش ده. احط لها كده انا جرجير، عايزه ادخلها بس اي حاجه خضره كده يعني ايه، هي ما بتحبش الجرجير بس انا هاكله لها غصب. حط لها جرجيريه. هتقولي يا نشوى الناس لو سايبه دي كام طبق دول، على فكره حاجه صمتين بتوع الفطار بقى والعشاء، اما اجي اعملهم على طول. سندوتش محترم، وانا اكل التفاحيه في العربيه. خاتم علي، ايوه الصوره من عند لولو على منصف الحاشو بنت. سندوتش جامد 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 جامد، بس انا ايه عشان اتظبطه لها شويه كمان احط لها حته جبنه بس كده ايه يدي طعم، عشان البيض دي جبنه قديمه فهي بتنزل كده ايه حتت 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 كده اهو. بس يا نانو تعالي كده دوقي وقولي خدي. تعالي 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 اتفضلي يا ابيض، اتفضلي لسه صاحي برضه. جرجير حلو الجرجير دول. من هنا لا افواري بقى قولي واو واو. بنتي 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 تعالوا بقى نروح السوق يلا بينا. حلو بجد صباحك عسل. نادين بقى هتفطر كبيس، عندي برطمان كبيس. نادين بقى تقوم تعمل نفسها فطر وتفطر كبيس، وانا الحق انزل اشتري حبه الحاجات بتاعتي. يلا بينا. صباح الخير، اضغطي لايك بقى، اضغطي لايك للفيديو، وصباحكم قشطه وهنا ورد. شطوره هاتي كيتي واطلعي، اقفلي عليها الباب عشان ما تنزلش. عصير شوكولاته حاضر يلا بقى. بصوا بقى عايزه اقول لكم، بسكوته الشوفان الصبح مع فنجان القهوه المظبوط هو ده المزاج. اي أيوة والله العظيم بجد مزاج مزاج مزاج. صباحكم عسل وصباحكم مزاجه عالي. اضغطي لايك بقى للبسكوت الشوفان والقهوه، القهوه ريحتها قلب الدنيا. طبعا القهوه اللي بالرمل دي حاجه تانية خالص، يعني مذاق تاني خالص. انا بفكر اعمل لي شويه رمل في البلكونه بعمل عليهم قهوه. يلا همشي بقى وافطر ونمشي سوا.
لازم الواحد يدلع نفسه. يعني احنا هنجيب حد من بره يدلعنا؟ طب ما ندلع نفسنا. بسكوتايه، شوكولاتايه، كوبايه قهوه مظبوطه، واعملي بقى المزاج كده عشان تخشي كده اليوم بتاعك، تبداي اليوم بتاعك كده وانتي متفائله، فاتحه صدرك كده لليوم اللي هو ايه بقى، يلا بينا، مستعديه لاي نكد جاي، مستعديه لاي شقه، مستعديه لاي يعني كده. يعني صباحكم بيضحك عليا. كان مين؟ احمد زكي باين. صباحكم بيضحك. انا رجعت، يعني رحت مشواري ورجعت، فقلت بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها كده على السريع. بصوا انا اشتريت حاجات بسيطه قوي. يعني انا اشتريت جبنه كده عشان اعمل حاجه حلوه بالجبنه. حلوه بالجبنه ازاي؟ نشوه هنتفرج دلوقتي. هعمل كنافه بالجبنه. فاشتريت جبنه واشتريت كنت شاريه هريسه شطه، وجبت شوكولاته كده اللي هي الشوكولاته البيضة دي ب 20 جنيه، واشتريت شويه شوكولاتات كده اعمل بيهم حاجه حلوه. كل دول بتوع الحاجه الحلوه. واشتريت نانو بتحب الكريم كراميل ده، اشتريت لها منه كذا واحده. واشتريت بقى للاسف بقى يعني كيس ملوخيه، لان ما عنديش ملوخيه هنا وانا مخرطها. وهتساليني يا نشوى بتجيبي نوع ايه ملوخيه حلو؟ انا ما بحبش اي ملوخيه السوق. انا اي ملوخيه بالسوم ما بحبهاش، بس بشتريها لما اكون مضطره ليها. فاشتريت ملوخيه يعني من عاديه، معلش الصوت ايه عالي واطي شويه. واشتريت بقى ايه كمان؟ اشتريت كنافه. الكنافه نافه نافه. و دي كانت كنافه كان طبق كنافه بس علي اكله، ما تبقاش منه غير ده. انا ما دقتهاش ولا اعرف طعمها ايه، عشان هي طعم يعني تقيله شويه. هاكل منها بس مش يعني ما اكلتش. المهم اشتريت كنافه كده من دي اللي هي الكنافه النابلسي، طبعا انتوا عارفينها اللي هي بالبرتقال. واشتريت رقاق طري من عند الصواب، حاجته حلوه طبعا عند رب دماغ حاجته حلوه. اشتريت الكنافه واشتريت الرقاق، ودي الملوخيه والحاجة تمام. دي حاجه مش همسكها دلوقتي عشان ما تطفرش في المره خالص. واشتريت نص كيلو سمنه، دي سمنه جنه. اشتريت نص كيلو جبن سمنه جنه اعمل فيها حاجه حلوه. انا عندي سمنه بلدي بس قربت تخلص، عندي سمنه هناك في البيت، بس اشتريت نص كيلو سمنه بلدي سمنه جنه. واشتريت ايه كمان؟ دي جبت بابريكا كده ده كيس ب 5 جنيه، وجبت لفه جلاش عشان بستعمله بقى في حاجات يعني. واشتريت كنافه عاديه. بصوا ده كنافه، كنافه من اللي هي البيضه ريحتها حلوه، كنافه عاديه. وده شوفان، الشوفان ده الكيس لقيته ب 5 جنيه، كيس شوفان ب 5 جنيه والله العظيم، كيس شوفان ب 5 جنيه. ساعات بفطر بالصبح، بفطر بالصبح. اشتريت ايه كمان يا نشوى؟ اشتريت ايه يا نشوى؟ ده خيار وبصل وحاجه وخضره وخضره وليمون، حاجات للسمك عشان انا جايبه سمكايه بقى دلوقتي هتجيب. واشتريت جزر، جزر كيلو الجزر بقى ب 15 جنيه يا عالم. كيلو الجزر ده كان بينادي التلاته ب 10 والاربعه ب 10، وكان بيتباع بجنيه.
ومش عاجبه دلوقتي بقى ب 15 جنيه والله. واتنصفت يا جزر. ايوه النعم. يا بخت الشت الشت يا بخت الست الشاطره اللي بتخزن الحاجه في موسمها وهي رخيصه، تعيش طول السنه مرتاح. واشتريت كيس فستق عشان ازوقه الحاجه الحلوه اللي انا هعملها. ايه كمان ايه؟ واشتريت بقى حاجه للمطبخ. اشتريت انا بحب السلك اللي هي عامله كده، اللي هي تحس ان هي ليها طبقه المونيا كده. اشتريت السلك ده للمواعين. ده اعشاب تخسيس، انا ما اعرفش اسمها ايه، هو عند العطار وانا ماشيه النهارده في سوق العطارين. عطار كده يعني ايه، راجل محترم وجدع، فبساله عن مرمريه قال لي حلوه للتخسيس. انا كانوا بيقولوا البابونج والمرمريه حلوين، المرمريه ولا البابونج؟ مرمريه. المهم فقال لي انت عايزاها ايه؟ قلت له التخسيس. قال لي انا عندي اعشاب حلوه للتخسيس، فهو هو عارفني يعني، فجاب لي حاجه حلوه. فقلت له انا هجرب ب 10 جنيه. نفعت نفعت، فانا هاخدها حبه مثلا يعني قبل الاكل، بعد الاكل، قبل النوم. انا عامه بشرب الحاجه يعني، انا في العادي بشرب كوبايه بردقوش قبل ما انام، فهبدل البردقوش مثلا اقعد كام يوم كده اجرب. ودي اعشاب من عند العطار حلوه طبيعيه، اعشاب طبيعيه، هجربها واقول لكم. لو هي طلعت حلوه هبقى اقول لكم وهي مكوناتها ايه. وده كيس صابون سائل كده، صابون مواعين، اشتريته ب 4 جنيه. ماشي، هشوف بس الحاجات دي عشان ما تتزفرش. خير خير. وجبت بقى بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي بقى، هي اتنضفت، ده كانت اكبر من كده كمان بكتير. سمي بالله وصلى على النبي. بصوا بسم الله بسم الله. طب ما زفرش الدنيا بس، مش عارفه هي باينه كبيره ولا لا. بصوا جايبه ده سمك لود، ده احلى سمك، سمك اللود، اللود مش السمك التاني، خلي بالك اللود، تجيبيه بلدي، تجيبيه بلدي، السمك اللود انا جايباه بلدي. بس انا ايه، الراجل نظفولي ربنا يجازيه خير، نظفولي فتح لي بطنه بس، قلت له ما تعملش فيه اي حاجه في الدنيا عشان انا هعمله انا ايه بطريقه تانيه. هما بيقطعوه هناك السمك، ممكن يقطعوه لك، ينضفوه لك، يعمل لك انت عايزاه. ليه بيقطعوه؟ لان مش بيقطعوه لو انت عايزاه يتقطع، لان اغلب ستاتنا يعني ما بيعرفوش يقطعوا الاسماك الكبيره، لان السمكه دي وزنها تقيل تقيل، يعني دي داخله على 4 كيلو 3 وشويه كده. كان الكيلو اللوت فيها ب 75 جنيه، انا جبته الكيلو اللوت ب 65 جنيه. فما شاء الله سمكه حلوه حلوه، بس ده لوت، انتوا عارفين طبعا سمك اللوت اللي عارفه، وطبعا انتوا غنيين عن التعريف. واتضمنتها كمان يعني ايه حبيبتين السمك. فدي سمكه كده انا جبتها، مش عارفه اعملها النهارده ولا اعملها امتى، هنشوف. ممكن بكره باذن الله. بكره 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 مصممين يعملوها النهارده، هتبقى النهارده. ماشي، اخش بقى اغسل الهدوم اللي انا كنت ماشيه بيها في السوق بقى، والسمك والشيكه والطين والحاجات دي، واغسل الكوتش بتاعي واظبط الدنيا ونشوف احنا هنعمل ايه. اضغطي لايك بقى، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعل الجرس. بصوا انا اول ما بدخل بقى كده بعد الحاجات اللي انا وريتها لكم دي كلها، قلت بقى ايه العبايه من تحت كده عشان سوق السمك وفي الشتاء والحاجات اللي احنا بنبقى ماشيين فيها، فبتبقى العبايه دي طويله عليا قوي، فانا عايزه اظبطها اقصرها يعني. فقلت اجي اشطفها كده ايه تحت ايدي بشويه بريل كده وشويه صابون، هي العبايه نظيفه بس انا قلت اشطفها كده على ايدي بسرعه بدل ما اقعد استنى الغسيل واحوش غسيل واكوم غسيل، فبشطفها كده ايه تحت ايدي على السريع. شويه صابون كده، وبصوا حتى الكوتشي كمان انا حاطاه. بصوا الكوتشي، انا اسفه في اسفه يعني اسفه اسفه، بصوا المنظر عامل ازاي، كله طين بقى من الشوارع والشتاء والمطر. اول باول بقى عايزه اقول لك ان انا اصلا كمان يعني يعتبر اي خلطه انا بخرجها ببدل نفسي الطين بقى، وانا ماشيه على الارض والحاجات دي، فالكوتشات، وكمان في الشتاء طول الوقت كوتشيات كوتشيات، فببقى جايه بقى مستعجله عشان الحق اغسل الحاجه دي بسرعه، وهي لسه الطين ما نشفش عليها تفضل معاكي حلوه وزي الفل، تفضلي محافظه عليها. لكن انت لو كنت سيده وانا اسيب الحاجه دي كده عمال ما احوش غسيل، وعايزه اقول لكم ان انا ما عنديش هنا اوتوماتيك،
فعمال محوش شويه غساله، شغل الغساله عليها، فلا بشطفهم كده على ايدي على السريع، اي حاجه سريعه كده. بصوا حتى الكوتشي، بصوا عايزه اقول لكم عامل ازاي المنظر، شوفوا الطين عامل ازاي، اسفه يعني في التصوير، يعني انا بقول لكم اهو حطي مش عارفه حبه اي عندك صابون اي رفس اي مسحوق اي حاجه اهو، حبه صغنطتين كده، ما بحطش لا كرول ولا حاجه، تقولي نشوه الكوتشيات بتبوظ بين فرشه، والله بغسلها وغسيل ولبس وكله لا بيبوظ ولا حاجه. لو عندك اوتوماتيك حطي في الاوتوماتيك عادي، بس انا ما عنديش هنا. وعلى فكره الكوتشيات دي بصوا انا بغسلها بالفرشه اهو، ومشيتها زي الفل وزي الفل، ما بيحصلهاش حاجه، لانها دي كمان من اصلي، ده كنت جايباه من الحياه شوبينج، ولا منصف من الحياه شوبينج، اصلي وبيتغسل وكله، ولا اكنه لسه جديد، بصوا اهو اكنه لسه جديد، وبحطه على سور البلكونه يتصفى وينشف ويبقى زي الفل، ومن جوه زي الفل اهو. طبعا بغسل الحوض بعد ده كله يعني، ده كنت عملت بيه شويه اول ما دخلت. عايزه اقول لك بعد ما بخلصه كده بحط فيه نقطه داوني كومفورت، اي معطر ملابس عندك، ده ديتول بصراحه، ده ديتول كده بحط نقطه، بس ديتول سايب بشتري من عند بتاع مستلزمات النظافه والحاجات دي، او بيعدوا كمان بيناتهم، فبقوم سايبه فيها شويه ديتول كده سايب، وسايباها كده تتصفى، يطلع ريحته حلوه، ويفضل طول عمرك الشوزات بتاعتك ريحتها حلوه، لبس الشراب ما لبست الشراب، لما تقلعي الشوز عند حد يطلع يعني يطلع ما يطلع يعني ما يطلعش ريحه وحشه. تفضلي كده محافظه على حاجتك ما يحصلهاش اي حاجه. بصوا اسيبه بقى كده يتصفى على هنا شويه، وبعدين ايه احطه على السور. طبعا بقى عشان تاخد الوش وكده بالليفه بقى بتاعت الاسبونش بتاعتك، ثواني هجيبها. بصي زي الفل ازاي، رجع جديد فله بيلمع ازاي، فله ولا حطينا كلور ولا حطينا منظف ولا معشر ولا اي حاجه، فله اهو. بصي بقى تعملي ايه، هقول لك السفنجه دي تغسليها حلو كده، تغسليها شوفيها حلو، شوفيها حلو اهو، شطبتها حلو اهو. اي ديتول عندك، اي معقم اهو، استفنجه كده وتعمليها كده اهو، تلمعي الحاجات دي كده بالمعقم كده اهو، اي اسطح عندك يعني يكون حافظتي مثلا ولادك بيغسلوا بالحنفيه، بيمسكوا حاجه بالحنفيه، هيبقى مكانها معقم بس زي وزي الفل. اخرج بقى احط الحاجه دي على الحبل تمشي، يلا بينا. بصوا بقى ده العشاء كان بتاع بالليل. بصوا انا عملت ايه، جبت بوله كده حطيت فيها 3 بيضات وكوبايه سكر، وهنزل عليها بقطعتين زبده اللي انت شفتيني حطيتهم دلوقتي، وكوبايه وربع دقيق على كيس بيكنج باودر، 3 بيضات كوبايه وربع سكر ومعلقتين الزبده او السمنه وكوبايه وربع دقيق خلاص، وكيس بيكنج باودر بس، ازودها بس بحبه لبن صغنطتين كده عشان تفك معانا. انا عندي عنب على شويه زبيب، حاولت اقلبهم كده بالخله وبس، خلاص كده دخلتها الفرن، اسرع كيكايه في التاريخ. قلت بعمل شويه عشا حلو، قشرت بطاطسايه كده حلوه، وقمت حط عليها شويه ملح، وفي طاسه عملت تومه بحته سمنه، والطاسه الثانيه عملت فيها البطاطس. التومه اللي بالسمنه هنزل عليها بمكعبات الطماطم عشان اعمل فول بطماطم، وقرن فلفل حامي كده يشعطط الفول بتاعنا، والبطاطس على النار هحط عليها معلقه سمنه كده يدي لون حلو للفول. العشا بتاعنا شويه ايه بقى، عشان بناكل اكل خفيف، جبت معلقتين زبادي واحط عليهم ده الشوفان الجرانولا اللي انا قلت لكم عليه بالفاكهه، حطيت كده في النص حشيتهم كده شوفان، وقمت حاطه الزبادي تاني من فوق. اي فاكهه عندك حطي، انا حاطه كده عنبتين، هتقولي يا نشوى بصوا الكيكه طالعه عسل ازاي، كل ده وانا بعمل عشاء، الكيكه طالعه حلوه وزي الفل. والفول اللي احنا كنا مدمسينه وطلعت كيسك حبه كده من الكيس، ونزلت على الحبه اللي بطماطم، وهعمل شويه فول بطماطم، والبطاطس خلاص هطلعها اهو على منديل،
قلت بس ما احط الفاكهه على الزبادي، عشا خفيفه وزبادي بتاعتين عنب وخوخايه، اظن ما فيش اخف من كده، ومن غير لا عسل وما ضبطش عليها اي حاجه خالص. هطلع بقى البطاطس واحط مكانه العجينه الطعميه، انا جايبه عجينه طعميه هحط عليها شويه سمسم وخلاص. انا بحب اعمل الفول والطعميه، الحاجات دي بتبقى في البيت بتبقى نظيفه عندي، انا بحب الحاجه دي في البيت. وعشا خفيفه اهو الزبادي بتاعتي انا، وهم الفول والطعميه وزيتونه حته الجبنه بألف هنا اللي يجربها. دي بقى وصفه حلويات كده سريعه كده بالليل عملتها النهارده، مش عملتها ده يعني ده النهارده. عملت ايه يا نشوى؟ بصي دي كنافه كب كيك، كنافه مولتن كيك، ايه كنافه سحس، كنافه اللي تسميها تسميها، المهم دي كنافه محشيه جبنه، جبنه عكاوي. يا نشوى جبتيها منين يا ماما؟ احنا ما عندناش جبنه عكاوي. اسكت اسكت ابدا، لا قلت نتصرف، نسمي بالله ونصلي على النبي. بصوا انا نضفت الرخامه كده وخليتها زي الفل، وجبت معلقتين سمنه، سمنه جنه، انا شاريه سمنه جنه، وجبت ايه ولعت عليها يسيحهم، وجبت كوبايتين سكر احط عليهم كوبايه ونص ميه عشان يبقى العسل ماسك نفسه كده، ولعت على العسل وشلت السمنه لما ساحت، جبت نص كوبايه سمنه مطحونه، دهنت بوله كده سمنه عشان ما تلزقش معانا، وحطيت تحت كده كنافه، ولو بول اصغر من دي هيطلع معاكي الشكل مظبوط. وايه معلقتين سمنه كده عليها ومعلقه سكر بودره، ما عندكيش سكر بودره اي سكر عادي يعني. ودي جبنه ملح خفيف جايباها من السوبر ماركت ب 5 جنيه تقريبا، حاجه زي كده ب 10 جنيه معرفش، حطيت عليها شويه جبنه موتزاريلا وبس وخلاص، وقفلت عليها من فوق، وبرده طبقه الكنافه عليها معلقتين سمنه ومعلقه سكر بودره بس، وتقلبيها كده يعني تضغطي عليها كده ضغطه، اقلب اقلب زي ما بيقولوا، وامي حطها في الصينيه. يا شعراتك يا كنافه، والنبي شعرها احلى من شعري، ما علينا المهم. فايه كنافه كده برضو، دي كنافه بيضة ودي كنافه النابلسي اللي هي البرتقاني اللي بتيجي كده من عند بتاع الكنفاني جاهزه، حطيت عليها برضو معلقه سمنه، وحطيت عليها حته جبنه موتزاريلا، واحط عليها شوكولاته، الشوكولاته دي هتسيح مع الجبنه الموتزاريلا هتمط اكن شوكولاته ممطوطه ازاي محدش عارف، هتشوفي الوقت اخر الفيديو. بصي بقى حطيت طبعا الطبقه الاخيره ودهنتها من فوق سمنه وعليها ايه حبه سكر بودره، ونزلت كده زي ما انتوا شايفين ودهنت على الوش بس كده اي حاجه بسيطه من السمنه، ولعت الفرن عملت اربعه انتوا خمسه انا هدوق بس. المهم كده ايه، وعملت عصره ليمونه اول ما السكر غلى، وطفيت على العسل، جبت كده ربع كوبايه لبن حطيت عليها قالب شوكولاته بيضه، شوكولاته بيضه اللي هي نشوه عشان انا اعرف الونها زي ما انا عايزه. جبت اربع بولات، اول لون اول بوله حطيت فيها لون اخضر عايزه اعمل صوص فستق، وحطيت لون احمر، وحطيت في بوله تانية معلقه كاكاو خام، هنزل كده في كل واحده حبه. البيضه دي هسيبها بيضه زي ما هي، دي الكاكاو الخام كده هقلبه، بقت شوكولاته عسل اهي، والكنافه طلعت خلاص، هحط عليها العسل التقيل. بصوا العسل بقى ما يكون تقيل يبقى حاجه تانية، بيمسك كده في الكنافه وتبقى زي الفل. ورجعت بقى اقلب الالوانات اللي انا عاملاها، بصوا الالوانات دي بحطها نقطه بنقطه عشان لما نشوف اللون اللي احنا عايزينه، ما تكتريش عشان ايه ما يعني ايه ما يزيدش معاكي اللون. وهنا صوص الفستق حطيت له شويه فستق كده اكن صوص فستق يعني ايه جامد. طلعت بقى الكنافه اللي انا بعد ما شربت العسل طلعتها بقى في طبق، وهنزل على كل واحده بت يعني التزويق بقى والحاجات دي انا مش شطوره فيه يعني، افتكسي انت بقى، حطي جيلي كولا، حطي عايز تحطي جوز هند، حطي عايز تحطي تحطيه حطيه. بصوا كده انا حطيتها كده زي ما انتم شايفين، حطيت كل واحده بلون، الشوكولاته البيضه حطيت لها شوكولاته كده من دي، والشوكولاته البامبا دي حطيت لها اسمه ايه ده اسمه ايه مارشميلو، جيت احط لها جيلي كولا لا، ودي حطيت لها فستق اكنها صوص الفستق بس، مفيش احلى ولا اجمل ولا اطعم، بصوا المنظر يجوع. احلى كنافه تاكليها سريعه، هيتبقى عندك بواقي كنافه في الثلاجه ما يخطوش، دول ما بيخطوش اصلا، مفيش 100 جرام كنافه. بصوا بقى اول ما بتطلع بتمط ازاي، بتمط وبتبز وبتلز وحاجه اخر عظمه يا حلاوته، والنبي انا بقطم، شوفوا الجبنه عامله جواها ازاي، ده فظيعه حقيقي فظيعه، جربيها. قلنا كمان افتح واحده شوكولاته، انا ما اخدتش غير القطمه دي على فكره، قطمه من هنا وقطمه من هنا، وكده انا اتعشيت يعني عشان ما بقاش مزودها قوي، لان سمنه وسكر وحاجات بلاوي شوكولاته. بصوا الشوكولاته وهي باصه يا لهوي، يعني حاجه تستاهل بقك بالنعم، دي انا حبيت اقرب لك بس الشوكولاته اللي هي بالشوكولاته وخلاص اهو. ودي واحده تانية انا قلت افتحها لهم، طبعا ولادي واقفين كل واحده بتختار بتاعتها افتحها لها. بصوا انا فتحت دي بقى، بصوا يا لهوي، بصوا تجوع. بصي اضغطي لايك بقى للفيديو، شوف انا قلت 50، بصي اضغطي لايك للفيديو، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس، وانا بحبكم قوي 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 قوي، وما تجربوا حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، يعني حاجه اخر عظمه بجد، جربيها حاجه اخر عظمه.
كفاية كده هنشوي عليكي. يلا بقى تصبحوا على خير، باي باي.